لكن أول مشايخنا مشايخ الذكر منتظمنا بطريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني. أنا أيوة أنا عندنا كثير ومنذ كنا طفل صغارا تربينا على هذا طريقة المبارك. الله کا ذکر زیادہ کرتے ہیں یا اللہ ہو پر اذکار ذکر یوم الخمیس يوم الخميس ويوم الأربعاء ويوم الأربعاء ومن ضمن الصلاة المشهورة الصلاة التنجيم صلاة التنجيم التنجيم كقول طريقة هاي ايوه كل ما طريقة القادرية لا موضوع كتير دفع پڑا جائے كم عدد في العجد عدد يختلف وبعض أوقات عدد كبير وبعض أوقات متوسطة وبعض قليل كبير زيادة أيوة زيادة سلام دفو سلام دفو سلام جنات کو ختم کرنے کے لیے کیا رکے ہونے چاہیے مختصر رکے تخرج الجنة أيوة أول نقرأ سورة الفاتحة ثم سورة البقرة إلى مفلحين خمسة آيات ثم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس التي تجري في البارد ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذا ثم آية الكرسي ثم آمن الرسول إلى آخر السورة ثم شهد الله هكذا آسان يا إيه بتاعي يا مين بتاعي آسان طريقة الآسان أيوة ما أعرف خمس مرات آية الكرسي أيوة پڑھ کے الٹے کان میں بھوک مارے بس ختم ہزار آمد متجربہ ہے یہ ہم درگاہ کا تحفہ ہے ہدیہ جزاک اللہ خیر خمس مرات اذ الوس یسرا اسرا ما شاء الله جزاك الله خيرا
هذا اليمين أيوة أيوة من هذا الأذن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ننفق نفقة الله أكبر الإجازة إجازة جزاك الله خير الله يبارك في هذا جزاكم الله خير والله هذا أسهل 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 جزاكم الله خير الله يبارك في ما شاء الله من الله هذا هذا الموهبة موهبة من الله الله إن الله وربك يخلق ما يشاء ويختار اختيار من الله هذا لا إله إلا الله ما شاء الله الله لا دعاء أقوم أنت فضيلة لا نطلب طيب اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله لك يجي الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون اللهم ارحم موتانا موت المسلمين واشف مرضانا من المسلمين اللهم يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا إليه الكثير وأنت بنا بصير حيث بحوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تربي اولادنا واولاد المسلمين تربيه الاسلام اللهم خذ بناس يتم للبر والتقوى اللهم خذ بناس يتم للبر والتقوى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الانس والجن اللهم اهد الانس والجن اللهم اهد المؤمن والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا اسمي محمد الرادع محمد الرادع اسم والدي عبد القادر محمد الرادع ابن عبد القادر اسمي تاج محمود ما شاء الله اسمي محمد شاء ما والد ما والد ما شاء الله محمد ما شاء الله الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آل البيت رسول جيلاني جيلاني ما شاء الله الحمد لله الحمد لله نعم والد هذا جو كتب تاج محمود امروڈی دادا ان کو بولے کہ دادا تھے دادے کیا بولے جد ما شاء الله هو قبر يزوره هذا قبره ما شاء الله هنيئا لكم ما شاء الله ما شاء الله جده ما شاء الله الحمد لله هنيئا لكم لأنه عمل جهد كبير جهد كبير وأنتم هنيئا لكم أن تمشون على بناء هذا هنيئا لكم ما شاء الله الله يبارك فيكم دعا کریں کہ ہمیں بھی ہمیں بھی زیادہ مل زیادہ اور کوئی کام میرے کو بولے کہ اور بہتر سے کہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے صرف اللہ کے ذکر کثیر بس یہی ایک ایک سوال ہے کثیرت باقی باقی هذا ولي كل باقي ذكر الله الموت ياتي بغته والقبر صندوق صندوق الامل لا اله الا الله من من الناس رجال ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا هذا أمثال هؤلاء ذكر الله ذكر الله هو أهم شيء والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن هو الذي جعل هو الذي جعل لكم الليل والنهار ها هو الذي جعل لكم الليل والنهار
اللهم صل على محمد. في سورة سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى يذكر لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يتذكر، هذا اختلاف الليل والنهار. الليل يأتي يذهب، النهار تأتي تذهب. لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر. اللي يذكر الله كثيرا هو أفضل شيء عند الله. ذكر الله، كثيرا لعلكم تفلحون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ولا جنوبا يتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایک دفعہ جلسے میں یہ بات بیان کر رہے تھے انڈیا میں ہمارے دادا، تو کسی نے پوچھا کہ ابھی اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کوئی ذکر کرتا ہے؟ تو حضرت نے مطلب یہ بتاتے نہیں ہیں، صرف شرمندگی کے ساتھ کہا کہ میں ایک بندہ حاضر ہوں. یہ بندہ ہے مولانا محمود ویس القرنی، ماشاءاللہ هذا بڑی بڑی ویس القرنی معلوم، ماشاءاللہ تاریخ او اس کے لیے دعا کریں گے ان شاء اللہ. ان شاء اللہ دعا اللهم لك الحمد اللهم لك نصر من القيد كل موجود عشر اللهم اجل وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وخذنا بناصيتي للبر والتقوى وارهم حق حقا وارزقهم اتباعه وارهم بعد وبعد وزدهم اجتنابا. اللهم اجعله من الدعاة ومن العلماء ومن المفتين ومن الدعاة في سبيل الله ومن المشايخ الكبار. اللهم بارك له في حياتي، اللهم بارك له في حياتي وإخوانه وسائر الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله.